السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من لكم عكوة طاجن عكاوي في الفرن، ان شاء الله يعجبكم. دي العكاوي اهي دي بحالها، هنقطعها كده مع بعض و هنسلقها الاول العكاوي ان شاء الله في الحلة على البوتاجاز، وبعد كده بعد ما نسلقها هنحطها في الفرن في الطاجن. هنشوف الطريقة مع بعض وان شاء الله الطريقة تعجبكم. حلة مية على النار اهي، المية سخنت اهيت، وهننزل بالعكاوي في الحلة. ننزل بالعكاوي كده، نشيل الزفر كده، ممكن نشيله في طبق كده عشان ايه مبدلش الدنيا. لسه بتطلع زفر اهيت، خلاص كده اهي. ننزل بقى كده بالطماطم والبصل والجزر. الجزر ده جميل قوي، بيخش اي زفرة في المية. والبصل اهو، ومعانا ورق اللورة والحبهان ومعلقة فلفل اسمر صغير. طبعا معلقة سكر صغننه كده بتخلي طعم الشوربه حلو، وفي نفس الوقت بتساعد على تسويه اللحوم بالذات. يعني اللحوم بحب احط لها عامه نص معلقه سكر صغيره كده عشان تخلي طعم الشوربه حلو. نغطي عليها كده وهنرجع لكم بعد هنشوف العكاوي كده استوت ولا لا. بصوا شوربتها جميله ازاي، استوت اهي وبقت جميله. هنطلعها كده عشان ايه نجهزها للطاجن. هنطلعها ونسيبها 5 دقايق تتشمع وتنشف كده من الشوربة اللي فيها علشان نحطها في الطاجن، وهوريكم الطاجن هنعمله ازاي. جهزنا الطاسة كده وهننزل بشوية زيت، هنحط زيت عشان الأكل يبقى خفيف. دي بصلة ودول طماطم، 2 طماطم، حبيتين طماطم، هننزل بهم كده عشان ايه نحطهم في الطاجن. ياخدوا لون بس وهننزل بيهم في الطاجن. مقطعة بطاطس برضو، البطاطس دي اختياري، عايزة تحط بطاطس براحتك، مش عايزة برضو جوه. نشمع البطاطس كده مع البصل والطماطم. نسيبهم كده يتشمعوا مع بعض وهنرجع لكم تاني. هنحط كده البطاطس والطماطم بتاعتنا في الطاجن من تحت، وبعدين هننزل بالعكاوي عليه. نرص بقى العكاوي كده معانا. هنحط شوربة، وعندنا انا كان عندي شوية صلصة طماطم كده بتوم في التلاجة، فطلعتهم هحطهم على وش العكاوي من فوق. انت لو ما عندكيش ممكن تعملي شوية صلصة طماطم بتوم ونقطة خل علشان تخلي طعم العكاوي حلو كده. هنجيب الصلصة دلوقتي والشوربة وهنشوف مع بعض. نحط شوربة اهي على الطاجن كده، دي الصلصة اللي انا قلت لكم عليها، هنحطها على وش العكاوي كده من فوق. هنحطها في الفرن ونطلعها ونوريكم شكلها النهائي بعمل ازاي ان شاء الله. وده شكل الطاجن العكاوي بعد ما طلع، ده الف هنا. ويا ريت تجربوا الطريقة بتاعتي وهتعجبكم ان شاء الله. واللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وشكرا لكم.